أؤمن إيمانا قويا بأن اللغة الوحيدة التي يمكن أن تجمعها بين البشر هو الوتر. كلام منظوم على وزن مخصوص، هكذا عرف ابن سناء الملك الموشح بمعناه اللغوي في مؤلفه دار الطراز في عمل الموشحات. والموشح اشتق من الوشاح، أي الرداء المزركش والمزين بالزخارف والجواهر، وذلك في إحالة على التغييرات التي طرأت على القصيدة العربية المغنات. يعرف الموشح على أنه شعر عربي مستحدث يختلف عن القصيدة الكلاسيكية من حيث القافية والوزن، إذ يعتمد على أكثر من قافية ووزن وبحر عروضي. جاء في مؤلف الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة أن الموشح نشأ نتيجة للاختلاط اللغوي والاجتماعي الذي جمع بين العرب والإسبان، مما خلف موشحات تنظم باللغة العربية الفصحى، فيما ينظم آخرها بالعامية ويسمى بالخرجة. ويقال إنها كانت تستخدم ألفاظاً من العامية الأندلسية، إلا إذا كان غرض الموشح هو المدح فتكون الخرجة باللغة الفصحى. كلمة موشح مشتقة من كلمة وشاح، والوشاح هو ذلك العقد الثمين المرصع بالأحجار الكريمة الذي تتزين به المرأة. لذا فالموشح هو تأليف غنائي فصيح زاخر بالزخارف اللحنية. الموشح هو وارد من الأندلس، وتعود الجذور الأولى للموشح إلى القرن التاسع الميلادي، إبان ازدهار فن الشعر بالأندلس. جادك الغيث إذا الغيث غما، جادك الغيث إذا الغيث غما، يا زمان الوصل بالأندلس، يا لا لا 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 ليل عيني لم يكن وصلك إلا حلما، لم يكن وصلك إلا حلما، في الكرى أو خلسة المختلس، يا لا لا 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 ليل عيني. هو واحد القالب غنائي من القوالب الموسيقى العربية الكثيرة، يعني هو واحد القالب غنائي اللي تيكونوا في الغالب فيه 4 الابيات، ويقدروا يكونوا 5 يقدروا يكونوا 2، ولكن في الغالب كيكون فيه 4 الابيات، وكيكون فيه البيت الاول عنده واحد اللحن اللي نقولوا مثلا هو لحن الف، وكيتسمى الدور او البدنيه، والبيت الثاني حتى هو كيتسمى الدور او البدنيه الثانيه، وكنمشيو للبيت الثالث كيكون فيه لحن مختلف وكيتسمى الخانه، وكنرجعوا للبيت الرابع اللي تيتسمى القفله، واللي هو يقدر يكون عنده نفس اللحن الالف ويقدر يكون مغاير، ولكن هو عرف واحد التطور عبر التاريخ. يعني مثلا بحال دابا ملي كنجيو مثلا الموشحات السوريه القديمه ما كنلقاوش فيها الخانه، بحال مثلا الموشح احن شوقا. Yeah.
يتكون المشح من عدة مقاطع. هو بالطبع تأليف غنائي عربي، شعره فصيح. المقطع، هناك مقطع يتكرر دائما، وهذا المقطع الذي يتكرر يسمى بدنية. فالمشح يتكون من عدة بدنيات، من عدة مقاطع متشابهة، وهناك مقطع بطبيعة الحال مختلف فيما يتعلق بالبنية ديالو اللحنية ويسمى الخانة. عادة ما يسند غناؤه للمغني المنفرد السوليست، ويختتم المشح ببدنية أخيرة وهي ما تسمى بالقفلة في البنية اللحنية للمشح. كيم في بعض الأحيان كيمكن يكون هذا الشيء، في بعض الأحيان ما كيمكنش يكون هذا الشيء، لأنه لا يمكن أن نقيد الملحن ما دام أنه يبدع. التصنيف الجغرافي، فالمشح الاندلسي والمشح الشرقي هما وجهان لعمله واحده. علاش؟ لان كيفاش كنلقاو البنيه ديال مثلا الصناعه الاندلسيه عندنا؟ كاين الصناعه الخماسيه، الصناعه الرباعيه، كاين اللي في الصناعه اللي فيها سبعه ديال الابيات السبعيه، وكاين الصناعه اللي فيها غير جوج الابيات. وكل صناعه في هذو كتلقاو فيها واحد البنيه ديال التلحين. مثلا بحال دابا ناخذوا مثال ديال الصناعه الخماسيه، فيها كيديروا البيت الاول والثاني والثالث بحال في اللحن، والبيت الرابع هو التغطية، هو اللي كنقولوا له في المشاحات حنا رخانة. يعني تقريبا نفس التفكير، يعني أن كاين واحد الأبيات وفي الوسط كاين واحد التغيير، ديك الخانة أو التغطية كان باش كنبدلوا بها شي شوية، وكان يعني كنحيدوا الملل ديال الأبيات كتكرر، وكاين في الخلق قفلة. يعني هذا هو يعني وجه التشابه بيناتهم. أجمى الصبح هجوم الحرسي، هجم الصبح هجوم الحرس، يا لا لا يا لا لا، 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 ليل يا عيني غارت الشهب بنا أو ربما او المشح. حنا كنشتغلوا على المشح في الموسيقى الاندلسيه، المشح في الموسيقى العربيه شيء اخر، او تقريبا نفس الجنس، ولكن في الموسيقى الاندلسيه يتخذ بعض الخصوصيات، بمعنى هدفا جديد يعني استحدث ليميز الاختلاف عن الضروب القديمه في الغناء العربي، في الشعر العربي. فأدخل إلى جانب الشعر العربي الشعر أو الدارجة العامية، فهو في الحقيقة قالب غنائي جديد يستعمل اللغة العربية، إلا في بعض الخرجات، في الخرجة أي ختام الشعر يستعمل بالدارجة، وهذا ما نجده بالخصوص في الصنائع الأندلسية.
التوشيح استعمل اوزان اخرى لحاجه الناس الى بعض الاحيان لتسكين بعض الحركات على غرار مثلا بعض الصنائع اللي غادي تشوفوها معنا مثلا هذه الحصه هذه. فمن هنا كان هناك التمييز والفرق او الجديد في ضروب الغناء او ضروب في الجديد في الشعر اللي هو الموشح الاندلسي. الموسيقى الأندلسية تحتوي على البراويل، يعني على الصنائع اللي بالعامية الدارجة، وعلى الموشحات، وعلى الأشعار اللي هي كذلك من الموشحات. الدليل على هذا هو أنه الملحن الراحل عبد القادر الرشدي أخذ موشحين من التراث الأندلسي، هو مشح يا ليل طول أو لا تطول ونعشق الشمائل، وملحن بالطريقة الأندلسية، ولحنه بالطريقة ديال الشرق، طريقة شرقية، وهو جوج الموشحات يؤديهم المطرب محمود إدريسي بكفاءة عالية. يا ليل طول أو لا تطول لا لي أن أسهرك يا ليل طول أو لا تطول لابد لي أن أسهرك لو بات عندي قمري ما بدو أرى قمرك يا ليل طول أو لا تقول لابد لي أن أسهر قمري ما بدو أرعى قمرك. صالح الشرقي أبدع عامي من الموشحات موشح ديني، هو الموشح الذي غنته أم كلثوم ويتغنى به الجميع، وغنى وسمعناه كذلك بصوت محمد علي، وموشح يا ليل يا موشح يا رسول الله خذ بيدي.
قلنا إن الموشحة عمل على قلب الميازين الموسيقية التقليدية، فشكل بذلك هذا اللون التوشيحي في فترة زمنية متقدمة ركيزة من ركائز المتن الأدبي لموسيقى الآلة أو الموسيقى الأندلسية المغربية، ورسخ لثقافة غنائية تعتمد التنوع اللحني داخل المقطوعة الواحدة. قد نجد مجموعة من النصوص المتداولة في الموشح الشرقي مستعملة كذلك في صنعة التوشيح الخاصة بموسيقى الآلة أو الموسيقى الأندلسية المغربية، غير أن الاختلاف يكمن في اللحن والإيقاع بين الاثنين، فالمقام الموسيقي ليس هو الطبع في موسيقى الآلة. نهضروا على الموسيقى، كنهضروا على جوج ديال الأشياء، اللحن والإيقاع. اللحن محكوم أو بالمقام الموسيقي، المقام الموسيقي في الموسيقى الشرقية ليس هو الطبع في الموسيقى الأندلسية. كذلك الإيقاع في الموسيقى الشرقية ليس هو الإيقاع في الموسيقى الأندلسية الذي يعتمد على خمسة إيقاعات اللي هي البسيط والقائم ونصف والبطايحي والدرج والقدام بالحركات ديالهم الموسعة والقنطرة والصراف إلى آخره. فهذا هو الفرق. الفرق من حيث المقامات الشرقية تجدين بالنسبة للموسيقى الشرقية مقامات الرصد البياتي إلى آخره والإيقاعات المختلفة في الموسيقى العربية الغنية بالإيقاعات، وتجدين في الموسيقى الأندلسية الطبوع المغربية كالرصد وكالصبيهان وكالهراق العجام وما إلى ذلك، كذلك مقيدة بإيقاعات أو ميازين، هذا هو التوظيف الصحيح، ميزان البطايحي، ميزان القائم ونصف إلى غير ذلك من الميزان. هذا هو الاختلاف اللي كاين. في الحين الحديثه ديال الموشح الموسيقار عبد القادر الرشدي، وانا كنقول له موسيقار حيت موسيقار، وكان عنده بروجي، يعني كان عنده مشروع ديال التلحين في الاغنيه المغربيه اللي مشروع عظيم. فهو مثلا الا جينا نشوفوا الموشح ديالو شنو كتلقاه، كتلقاه تيدير البيت الاول والثاني، البيت الاول والثاني كيديرهم في لحن واحد، كيشاركهم في لحن واحد، والبيت الثالث والرابع كيشاركهم في نفس اللحن. يعني وهذه ستركتور ديال المغربي، يعني اللي دارها عبد القادر الرشدي. ديما عبد القادر الرشدي كان مبدع، يعني كيدير شي حاجه اللي ما كانتش، يعني حيت فيها نوع ديال البحث. نعشق لي الشمائل، نعشق لي الشمال وشكلي المشاكل، نعشق لي الشمائل
الأيام والعيون قواتل كالسهام. عبد القادر الراشدي خدم هاد المشاحات من خدمهم من التراث الأندلسي ديالنا مثلا المغربي، كتلقى من ذاك الحايك من ذاك الكلام اللي كان تيتغنى بحال يا ليلو طول، راه كاينه في بطيحة راس الديل، نوبة بطيحة راس الديل، نعشق الشمائل كاينه في بطيحة صبيهان، وجمعهم هو بجوج في وصلة واحدة هي ليلو طول نعشق الشمائل اللي غناها ذاك المطرب الكبير محمود الإدريسي، ومؤخرا غنتها حتى عزيز جلال. وانا بعت رسائل من دمعي السائل، وانا بعت رسائل من دمعي السائل، وانا بعت رسائل من دمعي السائل، وفي المسائل والدمام، لسد الملو الخطيب اللي هو اللي كتب الشعر ديال جادك الغيث. فهو فين درس؟ درس في فاس في جامعة القراويين، يعني وحتى حتى على المستوى الادبي، فراه ما يمكنش المغرب اللي كان هو اللي كيحكم الاندلس واحد المده طويله تاريخيا، اللي كانوا فيه كانوا المرابطين والموحدين تيحكموا الاندلس والسعديين، وكانت واحد في عهد السعديين كان علاقه كبيره ما بين الناس الاندلس ويعني الناس العرب والامازيغ، ويعني كانوا في الاندلس، وما يكونش تاثير ديال المغاربه على المرشح يعني لا كتابه وشعرا ولا لحنا. ثريا الحضراوي واحدة من الأصوات النسائية تغريها الموسيقى المغربية التراثية الأدبية، تبحث في نصوصها وتشتغل عليها، فكانت بدايتها مع ديوان المغاربة الملحون، أدب جعلها تسافر بقصائده خارج الحدود المغربية لعقود، ومع ذلك كان بحثها مستمرا عن جمال النصوص الأدبية، وهذا ما جرها إلى الغوص في نصوص الشعر الأندلسي لتجد نفسها تخوض غمار تسجيل القصائد بصوتها. فمن قهوة المعاني، حيث نماذج من الغناء الصوفي المغربي، إلى أندلسيات إلى موشحات، وهو آخر ألبوم أصدرته اعتبرته سفرا بين المشرق والمغرب. علاش الموشحات؟ حيت مني غنيت الاندلسي واكتشفت الموشح الاندلسي، بان لي بانها التركيبه ديال الموسيقيه، من غير ما نهضروش على الشعر، حيت الشعر يقدر يكون نفس الشعر كيتغنى بالطريقه الاندلسيه اللي كانت في الاندلوس في القرن من القرن التاسع الى القرن الرابع عشر، ولكن كنهضر على التركيبه الموسيقيه، يعني كاين هناك بحال دابا في الاندلسي في الموشح الاندلسي مثلا كاين واحد مثلا الا كانت كاين اربعه الابيات الشعريه مثلا كتتابع، والبيت الثالث كاين فيه كيسميوه الكرسي مغير من ناحيه الموسيقى ديالو من ناحيه اللحن. فهاد المساله مني جيت نقارن بينها وبين الموشح الشرقي اللي هو واخا شرقي انه زعما المصدر ديالو اندلسي، لا من ناحيه التركيبه الموسيقيه ولا من ناحيه الشعريه. هناك شعراء اندلسيين اللي تلحنوا بالطريقه الشرقيه اللي هي طريقه شرقيه مؤثره ب ب بالاندلسي المغربي. اذا تنظن بان هي نفس احنا في نفس ليرا كما تيهضروا بالانجليزيه، ولا نفس الشكل الشكل الموسيقي اللي انا كنشتغل فيه. يا بعيد الدار موصولا بقلبي ولساني، يا بعيد الدار موصولا بقلبي ولساني، ربما بعدك الدهر وأدنتك إلى ماني، يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا لا لي.
واحد السيده صديقه ديالي لبنانيه ناشره جابت لي واحد الكتاب سميتو موشحات الاندلسيه، فيه موشحات الاندلسيه كيخرج في الاربعينات ديال واحد الميوزيكولوج يعني مهتم بالموسيقى سميتو الحلو، وهذاك الكتاب فيه كلشي الموشحات اللي ما بقاوش كيتغناو تماما، موشحات زعما ما بقاوش ما بقاتش كتتأدى، خلي هذاك المعروفين وكاين موشحات. وانا كنت كنشتغل في ذاك الوقت كنت كنشتغل على العود، فكانت بالنسبه لي هذيك واحد الوسيله، حيت هاد الموشحات مكتوبين عن طريق الطريقه الموسيقيه زعما كاين النوطه، دونك كانت هذيك واحد المناسبه باش انا كنتعلم العود، كنتعلم العود كنت معلمه ولكن بغيت نطور العزف ديالي، فبديت كنشتغل على ذاك اخترت واحد المجموعه ديال الموشحات اللي كتعجبني اللي غتجيني ساهله في التعلم، دونك بديت كنحفظها بديت كنحفظها وكنغنيها. من بعد طورت المساله ملي شفت بانني من غير هذه المساله اللي قلت لك ديال الاهتمام ديالي دائما بالموشحات والاندلسي والملحون الى اخره، قلت علاش لا ما نسجلهاش مثلا بالصوت ديالي. كلما زاد بها الشوق وفاضت فاضت بشجوني، كلما زاد بها الشوق وفاضت فاضت بشجوني، لدت بالسلون والصبر وماذا يفعلني، يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا لا لي. أكيد بأن دراستي للفلسفة ودراستي للشعر بصفة عامة حدت الاختيارات ديالي، هذا ما يمكنليش ننفيه، لأن اتصالي بواحد النصوص جميلة وكبيرة غتخليني بأنني أنا كنمشي نقلب على شي نصوص واحد المستوى معين، مثلا واحد النص هو ديال بدت من الخضري ديال فموشح، هو موشح، فهذاك النص عرفتي لقيت فيه واحد المعاني ما عمرني ما تصورتها مني بديت كنحفظها ومني بديت كنعزفها، لان من بعد كنتسائلوا هذيك بدت من الخضري، من هي التي بدت من الخضري؟ واش مراه؟ واش الحقيقه؟ واش شنو هي هذا؟ كيبان لي بان هذاك الشاعر ما كيهضرش على مراه، حيت هو كيهضر على شي مراه زعما مغلفه ما كتبانش وواحد الوقت هي تبان، اذا هذيك اللي بانت في الاخر ديال القصيده كنفهموا بانها هي زعما سي لا فيغيتي الحقيقه. بدت من الخضري يا ليل، بدت من الخضري يا لا لا يا لا لا لي يا لا لي، في هيكلي أنوار تزو على البدر يا ليل، تزو على البدر يا لا لا يا لا لا لي يا لا لي، وتخجل الأزهار. اخترت الموشحات واحد الغنم زعما ما كيلتفتوش ليه الناس بزاف حيت ما كيعرفوش، وهذه المغامره الاولى، ولكن انا هذه المساله دائما غامرت، لان دائما كندير شي اغاني اللي كنبغي الناس اللي ما كيعرفوهاش وكنبغيهم يلتفتوا ليها ويسمعوها الى اخره. والمغامره الثانيه هي كوني اشتغلت بطريقه مغايره على هذه المساله، هذه بانني ما درتش موسيقى عاديه تقليديه كمان جا عود ايقاع قانون، المغامره الثانيه هي هذه. علاش؟ لحقاش انا بالنسبه ليا هذيك الموشحات بغيت نعطيها عاوتاني نسمعها، واخا بغيت نسمعها بواحد الطريقه اخرى، بغيت نسمعها بواحد الطريقه جديده زعما ديال هذا العصر، لان زعما لانني اشتغلت مع واحد الموسيقي وملحن سميتو جون ماك مونتيغا اللي هو فرنسي، كيشتغل على الموسيقى كونتومبوران، الموسيقى الحديثه جدا، احدث ما كاين في الموسيقى، اللي كاين بالنسبه لهم تنشاز موسيقى مثلا،
إذا أنا بالنسبة لي بغيت هذا أو حتى نسمعها بواحد الطريقة أخرى. كانت عندي واحد التخوف وفي نفس الوقت التخوف ما كنعطيهش وقت بزاف. علاش؟ أنا كنقول أنا كنشتغل وكنجتهد ونقدر نصيب ونقدر نخطأ، زعما ماشي مشكل. هذه اللي كيشتغل لابدا ما كيصيب، مرة تيصيب ومرة كيخطأ. فكنت معولة على الخط، زعما الاستجابة إيجابية واستجابة سلبية. فبكل زعما بكل فرح، وانا فرحانه بزاف بهذه المساله، ملي عطيت السهره ديالي في فضاء لوزين اللي هو اللي كان من الناس اللي دعموني في هذه التجربه هذه، كان تقبل ايجابي جدا جدا جدا. محمد الخمليشي صوت من الأصوات المغربية الشجية المعروفة بطنجة، يعرف منشدا للأمداح ومتقنا للغناء الصوفي المغربي ومحبا للأدوار والطقطوقة والمواويل والموشحات وحافظا جيدا لها كذلك. يقول الخمليشي إن ما وصل إليه الآن من مستوى مكنه من تدريس مادة الموشحات كان بفضل اطلاعه على مدارس موسيقية عديدة ومتنوعة، فمن أديب الدايخ وصالح عبد الحي إلى أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وأحمد البيضاوي وعبد القادر راشدي. الله سبحانه وتعالى يعني أعطانا هذه النعمة ديال الميول للموشحات، يعني الاستمتاع بها بالأرواح ديالي ماشي فقط بالاستماع بالأذن. فأنا لازلت محافظا أو باحث حول الموشحات شبه مفقودة، رغم أنها هي موجودة لكن موجودة عند المختصين فقط. وهناك يعني واحد تقصير من الأصوات المتمكنة الموجودة حاليا، نتكلم على بلد المغرب، يعني في الأصوات الطربة المعروفة في المغرب هناك نوع من التقصير فقط، هناك إعادة للموشحات التي اشتهرت. سلوا قلبي سلوا قلبي سلوا قلبي سلوا قلبي غدا تسلى والتاب لعل على الجمال لعل على لعل على الجمال له عتاب ويسأل في الحوادث ذو صواب ويسأل في الحوادث ذو صواب فهل تركل جمال فهل تركل جمال له صواب. هناك ألوان طربية في التوشيح المشرقي تمتاز برونقة كبيرة من ناحية القصائد المكتوبة وبالإيقاعات المركبة واللي هي تعتبر من أصعب الإيقاعات، لا على الأداء الفردي ولا على الأداء الجماعي. فلأنني أتلدد للغناء التواشيحي فدائما أحاول الرجوع إلى الأصل ببحثي حول المقطوعات التي لم تسمع أو سمعت قليلا عند المهتمين، أقوم بإعادة يعني تدريب بها مع فرقتي، أحاول يعني إيصالها للجمهور لأكون مساهما في تنوير الذوق العام في المجال الفني والموسيقي. ما لي ولي الليل ليلي طويل جفني المولع بالسهر ما لي ولي الليل ليلي طويل
لي حبي يصيل لابد لي حبي يصيل في الليل أو بعد السحر. النصوص التي أغنيها في الموشحات في غالبيتها تكون نصوص دينية أو نصوص حتى في الغزل أو في التضرع، لكن غالبا تكون نصوص دينية ليس لموقف ما لكن فقط لميول للإنشاد، لأنني منشد يعني مادح، فأحاول حتى هذا الموشح أن لا يكون يعني فاردا ذاته عني من ناحية القصائد، فأركز على الاختيارات والإيقاعات القديمة والتي تشكل نغما روحيا. طبعا عند الاستماع ترتفع له الأرواح أو تهتز له الأرواح، ويصير المتلقي رغم محدودية فهمه للموشح، لكن الغناء الصادق والغناء الذي يعتمد على مراحل الأكاديمية التعليمية تصل للمتلقي فيحبها رغم قلة فهمه للمادة التي نسميها بين قوسين الموشحات. لما نظرت إلى أنواره سطعت وضعت لي خيفتي كفين على بصري. لما نظرت إلى لما الفنان أن يكون بحثه مقتصرا على فنان واحد أو على مدرسة واحدة، لأن الرصيد الغنائي والرصيد اللحني يعني يتكون من خلال الاستماع لمجموعة من المدارس، وهي التي تعطي للفنان استقلالية أدائه الشخصي الذي يعبر عنه، الذي يعبر عن شخصية الفنان فلاني مثلا أو الفنان محمد الخملجي في المواويل أو في الغناء الموشحات. تحس أن هناك نوع من المدارس تطبع على صوت الفنان، لكن الاستماع أستمع كثيرا يعني منذ الصغر وأنا أستمع لسيدة الطرب العربي أم كلثوم، ودائما كنت أحب الاستماع لأم كلثوم، لا أستمع للأغاني المكمولة التي تفوق الأربعين دقيقة، ليس يعني لطول مدتها، لا، كنت أحس أن أم كلثوم أجد أم كلثوم الحقيقية في التقطوقة وفي الأدوار، يعني كتكون جلست فيها 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 مساحة أكثر للإبداع، فاستمعت لأم كلثوم كما قلت في التقطوقة وفي الأدوار وفي المواويل كذلك، استمعت للشيخ السلطان صالح عبد الحي الذي لا زلت لم أفهم كيف يؤدي بالبراعة التي يؤدي بها
رحمهم الله، كذلك أستاذ محمد عبد الوهاب، وكذلك استمعي لصباح فخري، وكذلك أديب دايخ، ومجموعة من الشيوخ المعروفون في قراءة القرآن الذين يضيفون للفنان معرفة جد متمكنة في الأداء. يجمع الكل على أن الموشح رغم قيمته الشعرية والموسيقية يبقى فناً مقتصراً على نخبة معينة من المريدين والمتتبعين. وكان للمطرب السوري صباح فخري الفضل الكبير في انتشاره بين الأجيال الأخيرة في ربوع الوطن العربي، كما اجتهد الموسيقار المغربي عبد القادر راشدي في إنتاج موشحات بميازين مغربية خالصة. حالياً أصبح تلحين الموشح نادراً إن لم نقل منعدماً، وأصبح الاشتغال عليه فقط كمادة تدرس في المعاهد الموسيقية العربية. قد يتنافس أساتذتها فقط في طريقة توزيع الموشح موسيقياً واختيار النادر من نصوصه. تم إبداع عدد من الموشحات، انتشار ديالو بقى محدود جداً في الوطن العربي وحتى خارج الوطن العربي، والذي أعطاه واحد الصبغة شي شوية تحرك ولا يسمع كثيراً هو الفنان المرحوم صباح فخري، المطرب صباح فخري، والذي أحيا الموشحات إلى جانب القدود الحلبية بصوته العذب وبسهرته التي كان يمتع بها جميع المتتبعين والمولعين بالموشح والغناء العربي بشكل عام. يا أهيل الحي من وادي الغضا، وفي قلبي مسكن أنت به، تقع عن وجدي بكم رحب الفضا، لا أبالي شرقه من غبيل، أحور المقلة معسول لها، جل في النفس مجال النفس، سدد السهم فأصمى إذ رمى بفؤادي نبلة المفترس، جدك الغيث إذا الغيث أما، يا زمان الوصل بالأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما بالكراه خلسة المفترس، يا زمان الوصل بالأندلس، يا زمان الوصل بالأندلس، يا زمان الوصل بالأندلس بالأندلس. أكيد أن الموشحات يعني موثقة بالنوطة الموسيقية، مثلا كنلقى واحد الكتاب ديال السيد علي درويش اللي هو من كنوزنا في الموشحات، فيه تقريبا جميع الموشحات اللي كتدرس في المعاهد العربية، وكاين يعني حتى في دابا حاليا في اليوتيوب بزاف ديال الناس اللي وليو كيبحثوا في النصوص الموشحات وكيغنيو وتيخليهم مثلا بحال دابا يعني بحال الشكل ديال البحث. مثلا بحال دابا انا تجربتي الشخصيه انني مثلا كان كل سنه كنمشي نجيب موشحات اللي هي ما كايناش قليله، وكنصورها مع الطلبه وكنوضعها في اليوتيوب كتوثيق لهاد الموشحات باش ما تضيعش. كدراسه اكاديميه راه المعهد هو المؤسسه الوحيده اللي يمكن فيها الانسان يتلقى واحد التكوين وقسم الموشحات بالضبط، التكوين سليم في الموشحات. ولكن مع ذلك فحتى الظاهره ديال الكوغال هي واحد انا تعتبرها ظاهره صحيه مزيان، ان يعني هذا واحد النشر ديال الثقافه ديال الغناء العربي والموشحات العربيه والقوالب الغنائيه العربيه. كنلقاو دابا كوغال تيغنيو حتى الدور ويغنيو الموشح ويغنيو الطقطقه ويغنيو القصيده المغربيه، غير هو هاد الناس اللي هما مكلفين بالجمعيات انا كندعوهم انهم يتحروا ان هذاك السيد اللي غيجي يأطر لا كوغال يكون متخصص. يعني علاش باش ما تنحرفش هاد الظاهره على المسار ديالها السليم والصحيح. Thank you.